هناك إمكانيات فنية كبيرة في المغرب، لهذا قدمت إلى هنا فلم أكن لآتي لو لم أتأكد من وجود هذه الإمكانيات. لقد برمجنا مؤخرا معسكرا لما دون 23 سنة، والذي انتهى أمس بانتصار جميل لهذا الفريق، ولأن هذا الفريق مكون من عدة لاعبين ينشطون في الخارج، لأن العناصر المحلية كانت منهمكة بلعب البطولة، هذا ما سمح لي بالوقوف على إمكانيات لاعبين كثر وفي وقت قصير جدا، وهذا أمر جيد. وسأواصل عملية المعاينة لإيجاد لاعبين جدد بإمكانهم إعطاء نفس جديد للفريق. بكل صراحة لا أدري إن كنا قادرين على الفوز باللقب في دورة 2017، لكننا مجبرون على تقديم أداء مشرف في كأس إفريقيا. في حين وإن بقيت مع المنتخب لغاية 2019 وكما قمت به مع منتخب زامبيا حيث قدمت في 2008 ولم نتوج مباشرة، بل كان هناك عمل كبير. أنهينا ثالثا في كأس إفريقيا الخاص باللاعبين المحليين شان، ثم في دور ربع النهائي في كان 2010 قبل أن نتوج في 2012. فلا يوجد أي سر ولا أملك عصا سحرية في الوقت الحالي. هناك عدة فرق في إفريقيا أحسن من المغرب، علينا أن نكون واقعيين، ولا فائدة في تقديم التصريحات الكبيرة والوعود، لهذا علينا أن نكون في المستوى، ولو نكون كذلك ونستحق، لما لا أن أتوج مع المغرب.